السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا كحمزة عندي أمل، عندي أمل في شرفاء العالم، عندي أمل في الإنسانية، عندي أمل. أنا راح أخاطبكم الآن، وهذه الرسالة بتمنى تصل، بتمنى توصلوها، تنشروها، تحفظوها، تحطوها على فيديوهات، توصلوها لكل إنسان، تترجموها. المهم بدي أحطكم في الصورة يا جماعة الخير. أقسم بالله الشهداء بالمئات بالآلاف كلهم اللي في، انت تخيل انه الشهداء الان بين الاطفال في المدارس ما حد قادر يصلهم. تخيل انه الشهداء الان في الشوارع، الشهداء في الشوارع ما حدش قادر يصلهم. تخيل الان اجسام كامله وعائلات كامله تحرق الان، وانا بتكلم معكم الان اليوم الجمعه 17 نوفمبر، الساعه الان الساعه 12:38 دقيقه، الناس بتموت تحرق حرق. لا احنا قادرين نصلهم ولا قادرين نتواصل معهم. انا مش يعني بدي كل انسان يتخيل انه الان الاحتلال يرتكب مجازر بحق 800 الف مواطن من غزه والشمال، يقصف قصف عشوائي، يحرق العائلات بمن داخلها، المناشدات بالالاف، منطقه الصبره ومنطقه حي الدرج ومنطقه النصر ومنطقه بئر النعجه ومنطقه بيت حنون. يا عمي الاف الاف شهداء مرميين، لا في سياره تصلهم، في ضرب مراكز النزوح. يا عالم هذا اللي بصير الان، مش عارف كيف بدي اوصلكم. انتوا لازم توصلوا الرساله هاي، الناس الان بشكل مرعب مرعب مرعب، لا حد قادر يتصل. الشهداء بتنزف، الجرحى بتنزف، بصير شهداء بتموت. الله يعزكم، الكلاب بداوا ياكلوا الاجسام الاطفال في الشوارع. يا عالم الشمال غزة، وغزة الآن يتم إبادته بشكل كامل، إبادة جماعية كاملة. بتمنى عليكم بس أنه ممكن نحرك بهذه الرسالة، ممكن تتحرك الضمائر، ممكن لو بجزء بسيط. أحس أنه في الناس ما وقفتش عن الدعم، ما وقفتش عن الوقفة، ما وقفتش لأنه في تراجع كبير، وأنتم مليتوا عشان إحنا 42 يوم. يا عم أنتم مليتوا بس إحنا قاعدين بننزف بنموت. خلي يضلكم مستمرين. احنا بنحتاج الان انه اقوى من قبل، انكم تقفوا معنا اليوم اقوى من قبل. اليوم وضع اصعب مليار مره من قبل. في القبل كنا نصدر لكم فيديو مقطع من المجازر بتصير، اليوم لا قادرين نصدر لكم فيديو ولا مقطع لانه ما في اتصال. غزة والشمال اغلق الاتصال، اغلق الكهرباء، اغلق الماء، حتى الهواء اصبح كله فسفور محرم دوليا. نتمنى عليكم وعلى كل الشرفاء، نشر هذه الرسالة بكل قوة أينما وجدتم، انشروها، اجعلوا الآن الأرض تلتهب. نريد أن تعود قوة الإعلام مرة أخرى مع قطاع غزة حتى لا تفقدوا 2,300,000 مواطن كلهم خارج نطاق الخدمة. للأسف الشديد الخدمة الإنسانية إلى زوال إذا أبيدت غزة. السلام عليكم.